هنروح لقراية سريعة في أهم صحف اليوم وعناوينها، وخلينا نبدأ معاكم من الأخبار في صفحة 6 و7، ملف خاص اسمه الأكاذيب العشرة، شائعات تروجها الجماعات المتطرفة للتشويش على الحرب ضد الإرهاب. وجايبين لحضرتك إيه هم الأكاذيب العشرة دي. خلينا نقول من أبرزها إنه العمليات الإرهابية في ازدياد، وإنه لا علاقة ما بين الإخوان والعنف، والتقصير الأمني كبير، الشعب مشغول بالأسعار، إسرائيل بريئة من دعم الجماعات، البدو بيتعاونوا مع المتطرفين، بعد 4 سنين الإرهاب لن ينتهي في سيناء، التصالح هو الحل، المراجعات الفكرية الجديدة، سيناء ولاية داعشية. دي الأكاذيب العشرة، طبعا تحت كل أكذوبة ما بينهم في تفاصيل، اقروها وتعرفوا عليها وشوفوا الأسانيد أيضا عشان كمان تمتلك أحيانا حجة الرد. هنروح لخبر تاني من مصر اليوم في صفحة 1، الصحة تعلن 65 قرية خالية من ختان الإناث. البرنامج القومي، خلينا نقول من تفاصيل يعني الخبر، انه البرنامج القومي لمناضله ختان الاناث بالمجلس القومي للسكان قال انه في 65 قريه تم ايضا اباده او يعني اصبحت خاليه من ختان الاناث، من ضمن ايضا مخطط ل 160 قريه خلال السنوات الخمسه المقبله. وقال كمان الدكتور مجدي حلمي منسق الجمعيات الاهليه ببرنامج ختان الاناث في وزاره الصحه انه كمان هناك حملة كبيرة ما زالت مستمرة للتوعية بمخاطر ختان الإناث في عدد من المحافظات، أبرزها بني سويف والأقصر والأليوبية وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا. قبل ما ينتهي من مصر كلها، مش فقط 65 قرية ولا 160 قرية، احنا عايزين آلاف القرى، عايزين القضاء التام على هذه الظاهرة اللي ثبت بالزمن أيضا ضررها الصحي والنفسي، وده من ناحية علمية. خلينا نقول كمان في الوطن صفحة 1، الوطن داخل حلايب وشلاتين، أيضا ملف هتشوفوا فيه أيضا معلومات مهمة عن قطعة غالية من الوطن، وهتلاقوا كمان معلومات عن المشروعات وأيضا عما تنتوي الحكومة أن تفعله في حلايب وشلاتين. في اليوم صفحة 5، الحكومة بتستعد لكشف الحساب الثاني أمام النواب. وكمان في اليوم السابع، خلينا نقول تحقيق التأمين الصحي الشامل حلم يقترب من التحقيق. وخلينا نقول انه اللي عارفين انه مجلس النواب رغم انه هو في اجازه، الا انه كمان هيجتمع ايضا لدراسه جوانب التامين الصحي، المفترض انه يكون ايضا في قمه ايضا الاولويات في الفتره المقبله. والمشروع ده المفروض انه هيوفر رعايه ل 100% من المصريين لاول مره، وهيتم تطبيقه على 6 مراحل خلال 12 سنه بواقع من 3 ل 5 محافظات كل عام.